انا ما نكذبش عليكم، راه ما عرفتش السبب اللي خلى ان الطوموبيل واش الجاذبيه واش كذا. السلام عليكم اخوان، انا كنت دايز من هذه المنطقه ما بين مدينه خنيفره واروغو. الناس اللي مساريين او لا اللي بغاو يتساروا، هذه المنطقه راه مزيانه، ولكن اكتشفت واحد الحاجه اللي هي مزيانه وبغيت كل واحد الراي ديالو. هذه ما داخله لا في مواضيع لا والو، غير بغيت نشارك معكم واحد الحاجه جاتني زوينه وغريبه في نفس الوقت. على كلمه الله اكبر، شوف على كلمه الله اكبر، جاتني غريبه. اشنو الاشكال؟ انا دابا في واحد المنطقه، هذه حدوره، انا هابط في الحدوره، الا كتشوفوها ما نعرف الكاميرا واش غتبان لكم مزيان ولا ما غتبان لكمش مزيان. المهم راني جيت هابط في الحدوره، ملي كنوقفوا في شي حدوره الا طيحنا الفران فين غتمشي الطوموبيل؟ الا طيحنا الفران غتمشي الطوموبيل القدام، ولكن دابا لا. دابا لاحظوا واحد الحاجه، انا غادي نطلع ما غنديرش مارش ريال، غادي نطلع نطيح الفران، غادي نطيح الفران هكا. كنتمنى من عبد الله ما يدوز حتى شي واحد حيت واقف شويه في الطريق. غادي نجي غادي نطيح غير الفران، هيا خويا الطريق غنطيح الفران هكا. الا كتلاحظوا شوفوا نورمالمون راه الطوموبيل خصها تزيد لقدام، حيت هي في الحدوره خصها تمشي لقدام، ولكن الطوموبيل شوف ملي طيحت ليها الفران ولات احنا دابا طالعين في العقبه. دابا راه احنا غاديين في العقبه، الطوموبيل راجعه في العقبه هكا. ما كرهتش والله العظيم ما كرهنا، كل واحد يعطينا الراي. هذا الشيء راه جانا شويه غريب. الطوموبيل الا كتجري كتجري، هذه عقبه وكتجري، راه نورمالمون الا طيحنا الفران خصها تمشي لقدام ماشي ترجع للور. انا ما نكذبش عليكم، راه ما عرفتش السبب اللي خلى ان الطوموبيل واش الجاذبيه واش كذا، ولكن ما كرهتش ان يكون واحد الموضوع ديال النقاش وكل واحد يعطينا الراي ديالو او لحد العلم ديالو. هذا الشيء هذا مناش هذا الشيء راه غريب، ما كرهناش يعطيونا الناس السبب، الناس ديال اهل العلم كما كنقولوا اهل العلم يعطيونا مناش هذا الشيء هذا. حيت راه انا كنعاود هذه الكلمه وكنعاودها، الا لاحظتوا في الفيديو كامل وانا كنقول هذا الشيء راه غريب غريب. علاش؟ حيت ما نعرف الحدوره، انا الا حيدت الفران خصها تزيد الطوموبيل قدام كترجع اللور. كما كتعرفوا بان العيد راه قرب والناس كيبغيو يمشيو يسافروا للعائلات ديالهم، اوصيكم والله العظيم خذوها نصيحه من هذا الاخ هذا اللي كيهضر معكم، هو احترموا احترموا شي شويه القانون على السلامه ديالكم وديال وليداتكم، ماشي من ناحيه المخالفات او لا يعمرنا المخالفات او لا، غير من ناحيه ديال حوادث السير. الله يحفظنا ويحفظ وليداتكم، غير انما نقصوا السرعه، والسرعه والتجاوز راه اخيب حاجه هو التجاوز. لذا الانسان اللي يبغي يضبل ينتبه مزيان ويحترم ديك المسافه ديال التجاوز، مسافه الامان وكذا، ويضرب الحساب كما كيقول المثل، ضرب 1000 حساب وحساب عدد نوض الدبل باش توصل عند العائله ديالك وتعيد بخير وعلى خير. كما كتعرفوا بان راه هذا الوقت هذا راه كيسافروا طرقان كيكونوا عامرين، راه طرقان كيكونوا عامرين، وانتم راه كتعرفوا هذا الشيء بلا ما نهضروا بلغه الخشب، راه طرقان كيكونوا عامرين والناس كيسافروا يعيدوا مع الوالدين ديالهم مع الوليدات ديالهم وكذا، وكيجريوا وكذا باش يحافظ على السلامه ديالو. وتبارك الله عليكم، بارك الله فيكم، وسمحوا لي بزاف.